صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه. الفاتحة. رضي الله تعالى عنكم. سندكم صحيح المتصل للإمام مالك بن أنس الأصبهي رحمه الله تعالى إلى أن قال في موطئه: بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب الجنائز، باب غسل الميت. وبه قال: حدثنا يحيى عن مالك عن جعفر بن محمد عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم غسل في قميص. وبهلي قال: وحدثني عن مالك عن أيوب بن أبي تميمة السختياني عن محمد بن سيرين عن أم عطية الأنصارية قالت: دخل علينا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم حين توفيت ابنته فقال: اغسلنها ثلاثا أو خمسا أو أكثر من ذلك إن رأيتن ذلك بماء وسدر، وجعلن في الآخرة كافورا أو شيئا من كافور، فإذا فرغتن فآذنني. قالت: فلما فرغنا آذناه فأعطانا حقوه، فقال: أشعرنها إياه، تعني بحقوه إزاره. وبيلي قال: حدثني عن مالك عن عبد الله بن أبي بكر أن أسماء بنت عميس غسلت أبا بكر الصديق حين توفي، ثم خرجت فسألت من حضرها من المهاجرين فقالت: إني صائمة، وإن هذا يوم شديد البرد، فهل علي من غسل؟ فقالوا: لا. وحدثني عن مالك أنه سمع أهل العلم يقولون: إذا ماتت المرأة وليس معها نساء يغسلنها، ولا من ذوي المحرم أحد يلي ذلك منها، ولا زوج يلي ذلك منها، يممت فمسح بوجهها وكفيها من الصعيد. قال مالك: وإذا هلك الرجل وليس معه أحد إلا نساء يممنه أيضا. قال مالك: وليس لغسل الميت عندنا شيء موصوف، وليس لذلك صفة معلومة، ولكن يغسل فيطهر. سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. هذا معلوماتك ومداد كلماتك، كلما ذكرك ذكره الذاكرون وغفل ذكره الغافلون. اللهم صل أفضل صلواتك على سيد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى صحبه وسلم. عدد معلوماتك ومداد كلماتك، كلما ذكرك ذكره وغفل عن ذكرك وذكره الغافلون. اللهم صل أفضل صلواتك على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد صحبه وسلم. عدد معلوماتك ومداد كلماتك، كلما ذكرك ذكره الذاكرون وغفل عن ذكرك وذكره الغافلون. الحمد لله مكرمنا بموجب سعادته في الحياة والممات، ومبين الأحكام لنا على لسان خير البريات سيدنا محمد صلى الله وسلم وبارك وكرم عليه أفضل الصلوات والتسليمات والتبريكات، وعلى آله الأطهار وأصحابه الغر الثقات، وعلى من والاهم وتبعهم بإحسان إلى يوم الميقات، وعلى آبائه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين أعلى الخلائق في المنازل والدرجات، وعلى آلهم وصحبهم وتابعيهم والملائكة المقربين وجميع عباد الله الصالحين والصالحات، وعلينا معهم وفيهم، إنه أكرم الأكرمين وأرحم الراحمين ومجيب الدعوات. وبعد، فيذكر الإمام مالك عليه رحمة الله تبارك وتعالى الأحاديث المتعلقة بتجهيز الميت، وقال: كتاب الجنائز، وهو بفتح الجيم جمع جنازة والجنازة بفتح الجيم وكسرها. واختلف أهل اللغة في معناه، وهو مأخوذ من الجنز وهو الستر،
جنز يجنز بمعنى يستر يستر. وقالوا أن النطق بكسر الميم أفصح جنازة. وقيل أنه الجنازة اسم للميت في النعش، والجنازة بالكسر اسم لهذا النعش عليه الميت، فلا يقال له جنازة ولا جنازة إلا والميت على ذلك السرير، وإلا فيقال له سرير فقط. وقيل أيضا يقال له نعش، وقيل لا يقال له نعش إلا إن كان الميت عليه. وذكر بعضهم على لسان حال هذا النعش في خطابه لكل عاقل منا، وقال بيتين على لسان هذا النعش الذي يحمل عليه موتانا: قل انظر إلي بعقلك، أنا المهيأ لنقلك، أنا سرير المنايا، كم سار مثلي بمثلك، كم سار مثلي بمثلك. وهكذا يقول قائلهم: وإذا حملت إلى القبور جنازة فاعلم بأنك بعدها محمول، وإذا وليت لأمر قوم مرة فاعلم بأنك عنهم مسؤول. رزقنا الله الاستعداد لدار المعاد، ومن أكثر ذكر الموت وجد قبره روضة من رياض الجنة، ومن نسي ذكر الموت وجد قبره حفرة من حفر النار. أكثروا من ذكر هاذم اللذات، الهاذم القاطع، أكثروا من ذكر هاذم اللذات الذي يقطعها على المغترين بها والراكنين إليها فتنتهي، ولا يبقى معها أثر من لذة ملك ولا لذة مال ولا لذة طعام ولا لذة شراب ولا شيء من هذه اللذائذ المؤقتة الفانية التي اختبر الله بها عباده وامتحنهم بها. يقول في كتاب الجنائز: باب غسل الميت. وغسل الميت فرض كفاية، فهو واجب عند الأئمة الأربعة إلا في قول عند المالكية أنه سنة غسل والصلاة عليه، أما تكفينه ودفنه فواجب بالاتفاق، وكذلك تغسيله والصلاة عليه واجب أيضا عند الأئمة الأربعة إلا في قول عند المالكية أنه يسن تغسيله والصلاة عليه. ولهذا قال الحافظ: أن من حكى الإجماع وهما، فإن الخلاف عند المالكية قائم في مذهبهم، حتى أن القرطبي في شرحه لمسلم رجح السنية، والقول الثاني كما هو عند الجمهور عند المالكية كما عند الجمهور أنه يجب تغسيله وتكفينه والصلاة عليه ودفنه. فهذه من حقوق الميت المسلم على المسلمين. باب غسل الميت تعبدا وتهيئة لملاقاة الرب بما جعل الله في حس الأمر من التنظيف والتزيين لمقابلة الحق جل جلاله وتعالى في علاه، كما أمرنا بأخذ زينتنا لكل مسجد، فكذلك للقائه جل جلاله نغسل موتانا ونكفنهم إعدادا للمقابلة الخاصة التي فيها رفع حجب لا ترفع ما دام الروح وسط الجسد، وترفع هذه الحجب عند خروج الروح من الجسد، فيعبر عنه بلقاء الله لكل ميت مؤمنا وكافرا، غير أن أحوالهم عند ذلك اللقاء شديدة الاختلاف.
وعظيمة الفوارق، ويقال لأرباب الصدق مع الله والعاملين بطاعته: يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. آخرون حالهم غير هذا عند الموت: ولو ترى إذ الظالمون في غمرات الموت والملائكة باسطوا أيديهم اخرجوا أنفسكم اليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تقولون غير الحق وكنتم عن آياته تستكبرون. قال تعالى: ولقد جئتمونا فرادى كما خلقناكم أول مرة وتركتم ما خولناكم وراء ظهوركم وما نرى معكم شفعاكم الذين زعمتم أنهم فيكم شركاء لقد تقطع بينكم ضل عنكم ما كنتم تزعمون إن الله فالق الحب والنوى جل جلاله يخرج الحي ميتا ومخرج ميتا من الحي ذلكم الله ربكم فأنى توفكون. الله لا إله إلا الله. فينكشف بالموت كثيرا من الحجب التي جعلها الله للمكلفين في هذا العالم الدنيوي، فمداركهم ومعارفهم من حين تمييز أحدهم إلى حين الوفاة لا تتسع لما ينكشف لما بعد الموت، فينكشف له بعد الموت ما لم يكن مكشوفا. حتى ذكر الحق خطاب كثير من هؤلاء المكذبين والكافرين والغافلين في حياتهم الدنيا عن هذا المصير الحتمي العظيم: لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد تعاين الأمور كما حدث محمد واضحة بينة تراها بعينك جلية لا غبار عليها. هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون: فبصرك اليوم حديد. وقال عن بروز جهنم في القيامة: وبرزت الجحيم لمن يرى، كل من تتأتى منه الرؤيا، ثم لترونها عين اليقين. وهكذا قال: فسحر هذا أم أنتم لا تبصرون، هذا ما كنت به تكذبون. وهكذا جعل الله لنا عظيم العبرة في هذا الموت أمامنا، وهو الذي خلق الموت والحياة ليبلونا أينا أحسن عملا. فذكر لنا سيدنا الإمام مالك فيما يروي عن شيخه سيدنا الإمام جعفر الصادق، وذكر جعفر الصادق الإمام مالك عن سيدنا جعفر الصادق عن أبيه محمد الباقر رضي الله تعالى عنهم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم هكذا جاء مرسلا عند الإمام مالك، وجاء في رواية عن محمد الباقر عن عائشة، فيكون متصلا. وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم غسل في قميص، والسنة إذا فاضت روح الإنسان فمات أن تنزع عنه الثياب من المخيط الذي مات فيه، بل يبادر إلى نزعها من السنة فتنزع عنه. وثم يغطى بغطاء خفيف ويجب أن يكون سادرا للعورة، ثم عند الغسل كذلك إما أن يلبس قميصا وإما أن يشد عليه إزار ليستر ما بين السرة والركبة، وذلك واجب عند الجمهور، ويحرم النظر إلى ما بين السرة والركبة من الميت كما يحرم من الحي، كما يحرم على المغسل أن يباشر ما بين السرة والركبة بيده مباشرة، بل يجب عليه أن يضع عليه ساترا من خرقة فلا يمس ما بين السرة والركبة إلا بالخرقة، وساتر على كفه.
والحنفية قالوا إن الواجب ستر السوءين. وجاء في سنن ابن ماجه عن سيدنا علي بن أبي طالب أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له: استر فخذك واري فخذك ولا تنظر فخذا لحي ولا ميت، لا تنظر فخذا لحي ولا ميت. وجاء في رواية أخرى: غطي فخذك فإن الفخذ عورة. فقال الجمهور بأن الفخذ عورة، لا يجوز نظره من الآخر حي ولا ميت، وإنما يستثنى ما كان من الأطفال الصغار دون سن الرابعة، وما أباح الله تعالى بين الأزواج، وما كان من ضرورة علاج بقدر الضرورة فقط، وما عدا ذلك فلا يجوز أن ينظر أحد إلى آخر فيما بين السرة والركبة. طهرا وعفافا وكرامة لكل من الناس. ولذا تعرض الذين يظهرون عوراتهم إلى اللعنة، هم ومن يقصد النظر إليهم، لعن الله الناظر والمنظور إليه والعياذ بالله تبارك وتعالى. فما أكرم وأسد وأشرف شريعة الله ومنهاج ما أكرمها للإنسان وما أشرفها للإنس والجان، وما أبعد الذين خرجوا عن الشريعة عن العقل والعرفان، وما أشبههم بالبهائم والأنعام والحيوان. فالحمد لله على نعمة الإسلام، اللهم شرفنا بالتحقق بحقائق الإسلام وحقائق الإيمان والرقي بهما إلى ذرى الإحسان، وأن تزج بنا في ذرى الإحسان إلى عظيم العرفان برحمتك يا كريم يا منان. وأما النبي صلى الله عليه وسلم فكان ذلك من خصوصيته أن ثوبه القميص الذي توفي فيه لم ينزع عنه، وغسل فيه. وذلك أنهم لما دخل عليه الصحابة الكرام مسجى بثوبه وعليه قميصه، وقبله سيدنا بكر الصديق كما صح عنه في جبهته الشريفة وبين عينيه، وقال: طبت صحيا وميتا، اذكرنا عند ربك ولنكن من في بالك، وتلا إنك ميت وإنهم ميتون. ثم قام يخطب في المسجد يثبت الناس، وسلم من آل وقرابته سيدنا علي وسيدنا أسامة بن زيد وسيدنا العباس، ورأوا وتعيروا ينزعون عنه القميص أم لا، فسمعوا هاتفا يجبهم: لا تنزعوا عن رسول الله قميصا. فأبقوه على ما فيه وغسلوه فيه، ثم إنهم أحضروا له الأكفان بعد الغسل، فيشك أن يكون نزع القميص الذي فيه بلل الغسل، وتركوه في الثياب التي كفنوه فيها 3 أثواب. ورواية ليس فيها قميص ولا عمامة حمله بعضهم على أن ليست معدودة من 3 الأثواب، فإن 3 الأثواب غير القميص وغير العمامة على أنهم ألبسوه قميصا آخر، وكان أحب الثياب إليه القميص صلى الله عليه وسلم. ولكونه أستر قال بعض الشافعية وبعض أهل العلم أنه يلبس قميصا من أجل التغسيل، ولكن الواجب عند الجميع إنما وستر ما بين السرة والركبة. عندما فلذا لا يجوز أن يغسل الرجل إلا الرجال ولا المرأة إلا النساء إلا ما كان من الزوج وما كان من المحرم،
فالمعتمد الذي عليه الجمهور أن يجوز للزوج أن يغسل زوجته، والخلاف في تغسيل الزوجة زوجها أشد. لا، في تغسيل الزوج زوجه، والخلاف في تغسيل الزوج لزوجته لأنه لا عدة عليه. أقوى منه القول بجواز تغسيل الزوجة للزوج لأنها معتدة أيام العدة ولا عدة على الزوج. والذي عليه الجمهور المذهب أنه يجوز للزوج أن يغسل زوجته وللزوجة أن تغسل زوجها، فقد أوصى سيدنا أبو بكر زوجته أن تغسل كما جاء معنا في الحديث فغسلته، وكما أوصت سيدتنا فاطمة زوجها سيدنا علي أن يغسلها فتولى غسل سيدنا علي كرم الله وجهه ورضي عنهم أجمعين. وقال أن صلى الله عليه وسلم غسل في قميص، فعلمنا سنية التجريد عن الثياب التي ما فت فيها من كل مخيط أول ما يفرغ وتخرج روحه، فإن للموت حرارة، إذا بقيت الثياب عليه أثر ذلك على سرعة تغير الميت إن كان ممن تتغير أجسادهم، فينبغي المبادرة إلى نزع الثياب التي عليه كلها، حتى أنهم إذا كان من الثياب الداخلية ما يحتاج إلى معالجة في النزع يأتون بالمقص فيقصونها حتى يسرعون نزعها عن الميت فتنزع عنه الثياب التي توفي فيها، ويستر جميع جسد خفيف إلا ما بين السرة والركبة، فيجب أن يكون الساتر غليظا يمنع ظهور لون البشرة وخفيف لئلا أيضا يسرع إليه التغير البلاء، فيكون الساتر خفيف ما عدا ما بين السرة والركبة، كما يستحب أن يوضع شيء ثقيل من حديد ونحوه على بطنه لئلا تنتفخ، كما يسن أن يشد لحياه، فإنه غالبا إذا نزع منه الروح كان فمه مفتوحا، وإذا ترك دخل الهواء وانتفخ البطن، فيسن أن يشد، فقد يرجع إلى الفك فيشد بعصابة يعصبها من تحت اللحين إلى أعلى الرأس، كما يسن تغميض العينين فإنه في الغالب يكون شاخصا ببصره تتبع الروح وقت خروجها إلى أين تخرج، فيبقى شاخصا فيغمض عينيه، ولا يحتاج إلى شد لأن الجفن يستمر في التغميض إذا غمض ولا يرجع إلى الانفتاح بخلاف الفم، فإذا رفعه انفتح فيحتاج إلى شد، فيشد لحييه ويغمض عينيه ويلين مفاصله برفق، وإن احتاج إلى دهن فلا بأس للمفاصل ليسهل حركته عند تغسيله، ويجعل كالسنة عند النوم في استقبال القبلة وكونه على اليمين فيوضع كذلك، فإذا أريد تغسيله حول وجعل على سرير يكون رجلاه إلى القبلة ورأسه إلى الجهة الأخرى، ويرفع، ينبغي أن يكون أعلى السرير عند رأس أرفع منه عند الرجلين ليسهل انصباب الماء وخريره إلى الجسد، وكذلك يكفن ورجلاه إلى القبلة، ثم بعد تغسيله وتكفينه يرجع إلى الهيئة نفسها التي يوضع عليها في القبر، بأن يجعل إلى اليمين مستقبل القبلة، وكذلك يوضع في قبره، وكذلك يسن للنائم أن ينام على شقه الأيمن مستقبلا القبلة.
مستعدا للموت ومتذكرا له. وقد جاء عن بعض أخبار أهل الخير من المحافظين على السنة الكريمة، والذي لا ينام إلا والسواك عنده، وإذا استيقظ استاك وقرأ الحمد الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور، أنه نازله من اللطف عند الموت ما لم يشعر به بآلام الموت والفراق، ثم لما ردت روحه إلى جسده عند السؤال في القبر قام مستشعرا وظانا أنه استيقظ من نوم يبحث عن السواك، والحمد لله أحيانا بعدما مادنا وإليه النشور، رؤيا بعد موته فأخبر بذلك، وقال ظننت أني قمت من النوم فأخذت أبحث عن السواك، قالوا إذا بالملكين ينظران إليه يقول أحدهما للآخر ما تصنع بالرجل، قد لقن حجة اسمع إيش يقول، قد تسأل الحمد لله أنا بمجد النشور الذموم إيش بتقول فيه، بتسألوا عن ماذا ذلك، بتسأل ربك ويقول لك الحمد لله أحيانا وهذا ما مادنا وإليه النشور، قالوا ما عماذا تبث، قال لي عماذا تبث، قال السواك، عند قام نقول أين أنت، قال لست في بيتي، قال بيتك، قالوا قد مت وقد نقلت أنت الآن في قبرك، قد لقنت حجتك، نم نومة العروس، وخرجت روحه كما هي في شأن الموتى إلى عليين، وتبقى متصلة بذلك الجسد وما يجري عليه في قبره إلى أن يبلى أو أن يبقى إلى أن تقوم الساعة، إن كان من الأجساد التي حكم الرب ألا تبلى. أجساد كلها مخلوقة من نطف، كلها مكونة بصورة الآدمي، لكن ذا يبلى وذا ما يبلى، وهي جسد واحد. سبحان الحاكم، لا حكم لجسد ولا حكم لأرض ولا حكم لدود ولا حكم لحيتان ولا حكم لملائكة ولا حكم لغيرهم، الحكم له جل جلاله تعالى في علامه، يبلي جسد هذا ويبقي جسد هذا، ويأمر بتعذيب هذا ويأمر بتنعيم هذا، والكل عبيد له. فسبحان صاحب الملك، تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير. وسل في قميص في يوم اشتد فيه الحال بالمسلمين والكرب على المؤمنين، حتى أن الكبار الأفاضل العظماء من الصحابة صاروا ما بين من لم يصدق بوفاة النبي وما بين من أخرس فلم يتكلم لمدة ساعات أو يوم أو يومين، وما بين من قال أعمي بصري حتى لا أرى بعده أحدا، فأجزع على مفارقة نوره عبد الله بن زيد فاهمي الوقت، وما بين من أقعد فلم يستطع أن يقوم، وما بين من يبكي في حزن في باطن وانزعاج، حتى كان من أشد الصحابة سيدنا عمر بن الخطاب، قال من قال أن رسول الله مات ضربته بسيفي، هذا لا تقول أن رسول الله مات، حتى جاء من السنح سيدنا أبو بكر لما أخبره دخل وقبله وخرج من البيت إلى المسجد، وجد سيدنا عمر يتكلم لا يشرم عليه، فاستنصته فكان في شعوره، فتشهد أبو بكر الصديق، التفت الناس إليه وسكت سيدنا عمر، فقال أيها الناس من كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات، ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت، وما محمد لا رسول قد من قبل رسول، فتل الآية تلوها بعده كأنما أنزلت الساعة، إنك ميت وإنهم ميتون، ثمنه وتل المسجد الآية وراء أبو بكر، ونزلت السكينة على القلوب دواننا، لا إله إلا الله. وقد كان في صباح ذلك اليوم بدا عليهم بوجهه المنور إلى المسجد وهم يصلون صلاة الصبح خلف الصديق، وخرج بنفسه
من دون أن فإن كان أيام مرضه لا يخرج خرجات معدودة إلى المسجد ولا يخرج إلا بمعاونة اثنين عن يمينه وعن يساره. وفي ذاك اليوم مشى بنفسه من دون أن يمسك بيد أحد. وأشرف عليهم وهم يصلون لما رفع الستارة عما البيت الباب الذي بين ممره وبين المسجد أشرق نور وجهه. فالتفت الصحابة كلهم نحو الحجرة فتهللت وجوههم لما رأوا وجهه وهو لا يمسكه أحد. حتى أن الصديق الذي مشهور عنه ما يلتفت في الصلاة التفت تلك الساعة وأخذ يتأخر فأشار لي عن مكانك وتبسم في وجوههم وكانت نظرة الوداع وطمانينته على أمته في خضوعهم وخشوعهم وإيمانهم وقيامهم في الصلاة كما علمهم. ودخل بيته الشريف وصلى بمن عنده في البيت من أهله ثم في ضحوة ذلك اليوم استأذن جبريل عليه ويقول هذا عزرائيل وراء يستأذنك أن يدخل عليك. قال فأذن له فدخل. وكان في تلك الساعة عنده سيدتنا عائشة وكان قبلها بقليل أرسل إلى فاطمة فجاءت إليه وقال ادني مني فدنت فسارها في أذنها بكلام طويل فرفعت رأسها وعيناها تذرفان ما أشار إليها أن ادني فدنت منه فكلمها فرفعت رأسها ويتبتسم. ولاحظنا بعض أمهات المؤمنين من بعيد ولما قامت قلت عائشة يا ما رأيت ابتسامة أقرب من بكاء من اليوم. تبكين بعدين تبتسم في نفس الوقت. ما قال لك رسول الله ما كنت ليفشي سر رسول الله. ثم خرج من كان عنده وكانت عنده السيدة عائشة حين دخل جبريل وكانت تعرف استئذان جبريل عند الباب من كثرة ما كان يجي رسول الله صلى الله عليه وسلم فتعرف طريقة استئذانه عند الباب لما يجي تعرف أن هذا حس ملك ما هو إنسان. ثم شاهدته يرفع يده صلى الله عليه وسلم ويقول بل الرفيق الأعلى بل الرفيق الأعلى. فتذكرت قوله يده إنه ما قبض الله روح نبي حتى يخيره بين أن يبقى في الدنيا وبين أن ينقلها. وكان قبل ذلك بيوم أو يومين أو نحو ثلاثة في المنبر في آخر خروج له خرج فيه لما رأى جزع الصحابة من مرضه خرج إليهم يكلمهم يودعهم وقال لهم في المنبر إن الله خير عبدا بين الدنيا وبين ما عنده فاختار ما عند الله. صلق سيدنا أبو بكر بالبكاء وكان حاضر أعرابي يقول ما بال الشيخ يبكي رسول الله ذكر أن الله واحد خيره الله بين الدنيا فتعجب ليش يبكي. فلما توفي صلى الله عليه وسلم عرف أن أبا بكر أدرك أنه هو المخير وهو الذي خيره الله بين أن يبقى. فلما سمعته سيدة عائشة رفع يده يقول بل الرفيق الأعلى علمت أنه اختار النقلة ولقاء ربه. ففاضت روحه الشريفة صلوات الله وسلامه عليه وقال إن أمتي لا تصاب بمثلي من أصيب بمصيبة فليتذكر مصيبته بي فإنها من أعظم المصائب إن أمتي لن تصاب بمثلي. أي فراق كفراق زين الوجود صلى الله وسلم عليه وآله. فكان ذلك الشدة فالصحب الأكرمين تركوا من يوم الاثنين ويوم الثلاثاء حتى كان يوم الأربعاء غسلوه وكفنوه ثم
دفنوه صلى الله عليه وسلم بعد أن صلى عليه الناس أفرادا أفرادا، وقيل كان أرسالا أرسالا جماعات منهم جماعات، وكان العباس هناك واقف، وأما الذين حضروا غسله الشريف فكان سيدنا علي بن أبي طالب وسيدنا فضل بن العباس وسيدنا أسامة بن زيد يناولهم الماء، سيدنا العباس قائم، وكان سيدنا علي والقثم بن العباس وسيدنا أسامة يناولهم الماء وسيدنا العباس قائم عليهم من جذر، ولهذا قالوا ينبغي أن لا يحضر تغسيل الميت إلا الغاسل ومن يعاونه فقط. ويسترونه عند الغسل، فإنه كان يستتر عندما يغتسل حيا فكذلك يستر ميتا، فقيل بالقميص والواجب بين السرة والركبة، وعلمت في قول عند الحنفية أن الواجب ستر السوءتين. يقول صلى الله عليه وسلم وقد دخل على من يغسل ابنته، صلى الله عليه وسلم حين توفيت ابنته وهي سيدتنا زينب زوجة أبي العاص ابن الربيع، فإنه قد توفي قبلها رقية ولم يشهد صلى الله عليه وسلم غسلها ولا جنازتها، فإنه كان في بدر ودخل المدينة بعدما نفضوا أيديهم من تراب دفنها، ثم توفيت أم كلثوم، ثم توفيت زينب، ولم يبقى من بناته الأربع إلا فاطمة، جلست معها السيدة عائشة بعد الموت بمدة، قالت الآن قد توفي رسول الله فبما لي عليك من الحق أخبريني، ما قال لك عندما سارك عند موته، قالت أما الآن وقد توفي فما كنت أفشي سره في حياته وتوفي، فأخبرتها ببعض ما قال لها في المرة الأولى والثانية، وقالت لأنه قال لي عندما سارني أول مرة يا فاطمة إن جبريل كان يدارسني القرآن كل يوم مرة في رمضان، وإنه دارسني في رمضان هذا الذي مضى كل يوم مرتين لأنه آخر رمضان لي، وإني لاحق بربي فاصبري واحتسبي فنعم السلف أنا لك. قالت فرفعت رأسي وأنا أبكي، فلما رام بي أدناني وقال لي أم أترضين أن تكوني سيدة نساء أهل الجنة، وقال سيدة نساء العالمين، وأنك أول أهل بيتي لحوقا به، أول واحد بيصل عندي من أهل بيتي أنت. تبسمت ضحكت فما مكثت بعده إلا ستة أشهر لم يمت خلالها من أهل البيت أحد، فتوفيت السيدة فاطمة عليها رضوان الله تعالى، وهي التي قابلت أنس بن مالك عندما رجعوا من دفني، قالت يا أنس دفنتم رسول الله؟ قال نعم يا بنت محمد. قالت أطابت أنفسكم أن تحثوا التراب على رسول الله؟ اهتز سيدنا أنس قال والله يا ابنة رسول الله سلبنا عن مشاعرنا، ولو كنت في مشاعر هذه ما قدرت، ولكن الله يريد أمرا لنبيه
فذهبت إلى القبر الشريف وكبت عليه وأخذت تربة تشمها من القبر وتقول: ماذا على من شم تربة أحمد أن لا يشم مدى الزمان غواليا؟ صبت علي مصائب لو أنها صبت على الأيام عدنا لياليا. فما استجمعت ضاحكة في الستة الأشهر. حتى لقيت أباها حين توفيت ابنته عنون زينب بنت الحبيب صلى الله عليه وسلم، فقال: اغسلنها. وفي هذا استدلال من أوجب الغسل وهم الجمهور، إلا في قول عند الملكية كما سمعت حملوه على أنه يبين الكيفية لا يأمر، والآخرين كما قال في المحرم لما مات محرم: اغسلوه ولا تطيبوه. ولا تخمروا رأسه، يعني ما تغطوا رأسه. فدل أيضا على الوجوب كما هو عند الجمهور كما سمعت. اغسلنا ثلاثا، وأجمع الأئمة على أنه الواجب غسلة واحدة تعم جميع البدن تنظف بعد إزالة ما عليه من قدر أو نجاسة إن وجد شيء، فهذا فرض واجب عند الجمهور إلا في قول عند المالكية، والقول الآخر عند المالكية كالجمهور يجب تغسير غير الشهيد وغير السقط الذي لم تظهر عليه علامات الحياة. أيوة، والشهيد في معركة الكفار لا يغسل. نعم، فالواجب تغسيل مرة واحدة، فإذا تعذر التغسيل فالتيمم، يمم مرة، فهو كغسل الجنابة في الإجزاء والكمال، ففي الإجزاء مرة واحدة، وفي الكمال ينبغي التثليث أو التخميس أو الأكثر وهو التسبيع، أي سبع غسلات، كما أنه يكون في بعض الغسلات السدر لتنظيف البدن وإعدادا للقاء الرب جل جلاله. فقالوا بالثلاث، وقال من قال بالزيادة كما سمعت في الحديث: اغسلنا ثلاثا، فحملوه على السنية، أو خمسا كذلك في إشارة الإيتار، ما ذكر الأربع، ولهذا في قوله وأكثر من ذلك حمله الجمهور على أنه من الوتر، يعني سبعا كما جاء في رواية أو سبعا، ولم يذكر ستا ولم يذكر أربعا، فدل على أن الوتر سنة. أو أكثر من ذلك إن رأيتن ذلك، فأرجع صلى الله عليه وسلم شان عدد الغسلات إلى المغسل فيما يراه أوفق الميت وأرفق به، فإن رأى أنه يحتاج زيادة التنظيف إلى السبع فليصل إلى السبع، ولا ينبغي أن يزيد عليها لغير حاجة بأن يغسل تسعا. إن رأيتن ذلك بماء وسدر، وفي إشارة إلى استعمال السدر الذي هو مطحون أوراق شجر النبق، هذا الدوم العلب، بماء وسدر، فهو مناسب للبدن ولين عليه، فلهم في ذلك كيفيات بأن يغسل
بماء وسدر ثم بمزيلة له ثم بماء قراء ثم بماء وسدر ثم بمزيلة ثم بماء قراء خالص ثم في السابع يجعل شيئا من الكافور في الماء وكذلك أن يغسل بماء وسدر فيه سدر ثم بمزيلة ثم ماء وسدر ثم مزيلة ثم ماء وسدر ثم مزيلة ثم السابع بماء قراح أي خالص فيه شيء من الكافور كما قال واجعلنا في الآخرة أي آخر غسلة كافورا أو شيئا من كافور شيئا من كافور يعني ما هو كافور كثير يسلب باسم الماء ما عد غسلة لا يعني قليل اللي يفيد رائحته ويدفع الهوام في القبر رائحة الكافور فيصير التغسيل إما سبعا وإما تسعا وقال الحنابلة يغسل برغوة السدر المضروب رأسه والحيط فقط ثم يغسله ثلاثا ويجعل في الآخرة كافورا وسدرا وكذلك يقول المالكية يندب الغسل سدر يدق ناعما ويجعل في ماء ويخض حتى تبدو رغوته ويعرك به جسد الميت فإن لم يوجد فغيره من إشنان وصابون نحو ما في معنى ذلك قالوا هذا في الغسلة الأولى المالكية قالوا هذا في الغسلة التي بعد الأولى ما قراح في الغسلة التي بعد الأولى والثانية بالماء والسدر للتنظيف والثالثة بالماء والكافور للتطيب وهكذا يقول لا الحنفية أن الأولى بالقراح والثاني فيه سدر والثالثة التي فيها الكافور فإذا فرغتن فآذنني أعلمنني يعني إذا فرغتن من تغسيلها قالت أم عطية فلما فرغنا من تغسيل ابنة زينب آذنا وعلمناه أننا فرغنا قال فأعطانا حقوه ويقال في حقو وحقو يعني إزاره صلى الله عليه وسلم فأعطانا حقوه فقال أشعرنها هي أجعلنه شعارا لا أن يلي جسدها وجلدها أشعرنها إياه فلما قال آذنني ولماذا أعطان الإزار الشريف إذا ماشي فايدة من التبرك والإزار إيش ليش صلى كذا صلى الله عليه وسلم ولا هو صوفي هو استغفر الله العظيم هو حبيب الله رسوله محمد أصفى الأصفياء وأتقى الأتقياء وخاتم الأنبياء وأزكى الأزكياء يصلى كذا إذا ما كملنا الغسل أعطينا خبر في خبر ها خذنا هذا الإزار أشعرنها إياه خلينه مما يلي جسدها ليش بركة يعني ولا إيش فيه ولا العب ولا مزهرة ها وإلا شيء عقيدة فيها خلل استغفر الله العظيم أعوذ بالله من غضب الله حد أصفى من محمد بن عبد الله هذا أعرف منه بتوحيد الله جل جلاله أشعرنها إياه هل تعودني بحقه إزاره صلوات ربي وسلامه عليه وكذا وذكرت تغسيل أسماء بنت عميس زوجة سيدنا بكر الصديق حين توفي وهذه محظوظة امرأة شريفة من الصحابيات هاجرت إلى الحبشة مع سيدنا جعفر بن أبي طالب وكان زوجته وجاءت معه في السفينة وكانت من أصحاب السفينة الذين لهم هجرتان وبعد وفاة سيدنا جعفر وقتل شهيدا في موته تزوج أبو بكر الصديق
فكانت عنده بقية حياته إلى أن توفي وهي في عقده، أسماء بنت عميس. ثم إنها تزوجت بعده سيدنا علي بن أبي طالب، وهي التي حضرت وقت زفاف سيدنا علي بسيدنا فاطمة، وهي التي أيضا من آكد الأغسال المسنونة، فيسن لمن غسل الميت أن يغتسل، ومن مسه أو حمله أن يتوضأ. فيسن تجديد الوضوء لمن حمل الميت أو مسه، ويسن الغسل لمن غسله وقيل يجب. والجمهور على ما ذكروا أن لما سألت المهاجرين عندها قالت علي غسل، قالوا لا يعني ما يجب، كانت في برد وغسلت أبو بكر، فقالوا لا ما يجب عليك غسل. ولهذا كان يتخصص بحمل الجنازة من البيت إلى مكان الصلاة عليه، كمثل جباني عندنا في دريم عدد محدود، من أجل إذا وصلوا إلى محل الجنازة يتوضؤون، فكان يتوضؤون لسنة الغسل. ولهذا كانوا يضعون الجنازة وينتظرون قليلا لهؤلاء ليتوضؤوا ثم يصلون على الجنازة. فإذا صلوا على الجنازة شارك الكل وحرصوا على الثواب في الحمل فيحمل الكل، لأنه لا صلاة بعده، فقبل أن يصلوا صلاة أخرى يتوضأ الكل لسنية الوضوء من حمل الميت. فكانوا يرتبون أمورهم على العمل بالسنن وإنزالها منزلتها. والآن لما يتزاحمون عليها قريب الجبانة يأخرونها، لأن تزاحمهم على الحمل يؤخر مشي الجنازة، ويصل الأوائل على التشييع إلى داخل، ودول عادهم بعيد بسبب كثرة الحاملين الذين ما يفقهون، صل أول وبعدين تعال احمل. وقال هؤلاء اللي قد حملوا لهم فرصة أن يتوضوا كما هو السنة. والله أعلم. الله يكرمنا بحسن الخاتمة، ويجعل قبورنا وقبور أهلينا ووالدينا وذو الحقوق علينا رياضا من رياض الجنة، ويجعلنا من عذاب وقاية وجنة، ويثبتنا على ما يحب منا ويرضى بعنا ظاهر وباطنا بسر الفاتحة إلى حضرة النبي محمد. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه. الفاتحة. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد. بسم الله الرحمن الرحيم.